في إطار الدعم اللامتناهي من الدول الشقيقة والصديقة ودفعهم المتواصل نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم، دعت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا مجلس النواب إلى توضيح وسن القاعدة الدستورية ووضع إطار قانوني لإجراء الانتخابات في موعد أقصاه الأول من يوليو. اللجنة وفي اجتماعها أمس ذكرت السلطة التنفيذية المؤقتة وجميع المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة بأن مهمتها الأساسية هي ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من ديسمبر وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، داعين لتنفيذ قراري مجلس الأمن 25-70 و25-71 بالكامل. أما حول عمل حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي فقد دعت لجنة متابعة مجلس النواب للإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة لتبدأ الحكومة تقديم خدماتها الأساسية للسكان وضمان استمرار تشغيل قطاع النفط والتوزيع الشفاف والعادل للموارد واتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها. اللجنة حذرت من تأثير النزاع على دول الجوار من خلال المتاجرة بالسلاح، مؤكدة على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة من ليبيا والامتثال التام لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة. بيان اللجنة هذا لاقى ترحيبا من رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا يانكوبيتش، والذي أشاد كذلك بمشاركة رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس والسفير الألماني لدى ليبيا في اجتماع لجنة المتابعة حسب ما أعلنت البعثة الأممية.